بائع المحروقات أو بائع الكاز أو بائع الغاز أو بائع السولر حسب كل منطقة وكل بلد. المقصود من هذه الحلقة أيها السادة أن نتعرف إلى الحلال والحرام في هذا النوع من التجارة، هذا النوع من المبيعات. بعض الناس في بعض الدول يسميه مثلا بائع الديزل أو السولر. هذا الإنسان يدور بسيارته بين الأروقة بين الشوارع ليبيع للناس الوقود ويؤمن لهم الدفء في الشتاء، أو أحيانا يبيعه لأصحاب المحلات الأفران. وباعتبار أن هذا البرنامج هو معني بالجانب المالي، فنسأل ماذا عن مال هذا الرجل وحكم العمل بهذا النوع من المبيعات، المحروقات، الديزل، النفط. الشرع كما نقول دائما كل معاملة حلال ما دام الشرع الإسلامي لم يرد فيه نص على حرمتها، طالما أن الأمر ليس له علاقة في العبادة. لذلك عندما يقول العلماء العبادة توقيفية، يعني في مجال العبادات يجب أن لا تقوم بأي عبادة إلا إذا أمر الشارع. أما في مجال العمل فالعمل مباح إلا أن يرد نص بالتحريم، هذا في الملمح الأول. ماذا عن هذه المهنة وكيف يتم الغش في هذه المهنة؟ وهناك قصص كثيرة نسمعها من الناس عندما يتعاملون مع هؤلاء البائعين ويتعرضون لأنواع من الغش والخداع من خلال بعض التصرفات. أنا أنقل اليوم حادثة سمعتها وربما هي السبب في إيراد هذه الحلقة. أحد البائعين هؤلاء بائع المازوت الكاز السولر أتى إلى شخص وأراد أن يعبئ له خزانه من مادة الديزل. بعد أن انتهى البائع أخذ الثمن وانصرف، حاول الرجل أن يشعل هذا الشفاج، هذا المشغل للتدفئة، مرة اثنتين ثلاثة لا جدوى. أتى بعمال الصيانة فقاموا بمعاينة المدفأة والخزان وراحوا يفككون الأجزاء وهم متأكدون أن الخزانات ممتلئة وأن المشكلة في الجهاز نفسه، لكن دون جدوى، ساعة ساعتين عمل متواصل ولا حل لهذه المشكلة. أتى المهندس الخبير وبدأ يتأكد من كل جزئية من جزئيات هذا المشغل للحرارة، ثم فتح باب الخزان ووجد أنه ممتلئ. حاول مرة ثانية ثالثة، المشكلة يعني بقيت 4 ساعات 5 ساعات دون حل. ثم خطر ببال أحد العمال الاختصاصيين بخزانات الوقود، قال أريد أن أتأكد تماما هل الخزان مليء بالديزل. تفاجأ الجميع أن هذا الديزل غير موجود، وعلما أنه تمت تعبئته قبل ساعات. وجدوا أن هذا البائع للأسف الخزان هكذا، وجدوا أنه وضع في فتحة الخزان كأس طوله حوالي 30 سنتي وملأ هذا الخزان هذا الكأس بالديزل ووضعه في فتحة الخزان الذي يجب أن يكون قد امتلأ بالديزل. فعندما كانوا ينظرون يجدون أن الخزان مليء بالديزل وهو فارغ تماما. هذه الطريقة في الغش واحدة من عشرات ربما يلجأ إليها بعض البائعين ذوي النفوس المريضة الذين غاب عنهم أن الله عز وجل لن يبارك لهم في أموالهم، لن يبارك لهم في أعمالهم، لن يبارك لهم في أعمارهم ولا سمعتهم. أولئك الذين لا يمتنعون عن أكل المال الحرام ويجعلونه سبب للرزق الخبيث، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة امرئ بغير طهور ولا صدقة من غلول، أي من سرقة. هذا الكسب بهذا الغش هو فعليا يعني ورطة دينية ومشكلة دينية وأخلاقية، لأن الإنسان الذي يأخذ مال الناس بالباطل حتى لو تصدق لا تقبل هذه الصدقة، فما بالك وهو يطعم أولاده من الكسب الحرام. حتى أنه ورد في الأثر لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق فيه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. لذلك أنا أنبه هؤلاء
وأريد منا جميعا أن نتنبه إذا ما قام أحد هؤلاء بمحاولة الغش أن ننبهه أنه ربما يكسب القليل لكنه عند الله حرام كبير. بارك الله لكم، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.